أهلا بكم. استفاق سكان حي المحاميد بمراكش على لغز أشبه بما يقع بالقصص البوليسية والحكايات الخيالية، حيث فوجئ القاطنون بالمنطقة بوجود كتابات حائطية واضحة تروي أحداث جريمة قتل راح ضحيتها شخصان. وبعد توصلها بإخبارية في الموضوع حل بعين المكان، وعلى وجه السرعة محقق الشرطة بغية معاينة الكتابات الغامضة والشروع في البحث والتحري والتقصي لعلهم يعثرون على أدلة محتملة تساعد على كشف الغموض الذي يلف القضية. وحسب ما يظهر في الصورة المرفقة فقد احتوت الكتابة الحائطية على مجموعة من التفاصيل الدقيقة لجريمة قتل مفترضة كالمكان بالضبط والتوقيت بالإضافة إلى الضحايا وكذا صنف السيارة ولوحة ترقيمها على ما يبدو. هذا وقد طرحت عدة فرضيات تفسر قصة هذه الجدارية، لكن أقربها للواقع تفيد أنها من إنجاز مقترف الجريمة شخصيا نظرا للتفاصيل الدقيقة التي تضمنتها، لتبقى التحقيقات وحدها كفيلة بكشف الحقيقة الكاملة. المشاهدين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.